خشوا. واحد كيخرج كيقلب على الخبز ديالو كيخرج للزنقه كيمشي يقلب على هذا الموضوع كيمشي عند هاد الناس كيمشي كيسافر كي يعني خدام على قناته كيضرب حتى راه خرجات له الفلوس راه تخرج له راه دار بجمال ماشي كتوصل راه بارده. المهم انا كنتشجع القناه ديالك المصداقيه عندك زوينه مواضيع زوينه ومصداقيه في الحق الله يسهل عليك وشكرا بزاف. الله يحفظك الله يحفظك راكي بنتي الله يسترك. الله يحفظك اخويا. كي داير اختي امي فرحانين بهذا القرار اللي عطيتكم؟ انا والله. وشنو كتمنوا؟ كنتمنوا يعني نديروا على دير على صافي السلام هذه المره. حاجه تقاد اختي امي؟ صافي جيبوا لنا على دير. الله يسهل عليكم الله يسهل. ما عمر عادي عيط لكم ولا اتصل بكم ولا؟ لا والو. لا ولا مراته؟ لا حتى واحد. كتعلم. قضية قربت سالي عندنا. كما كتشوفوا يعني جرب خاص هذه القضيه هذه كي جاك هذا القرار شنو كتسناو دابا انتما دابا حنا كنتسناو اخويا غير الورقه باش ناخذوها باش يديروا لا ديال باش تكون لا ديال الدراري وكيف سمعنا دابا هذيك الورقه اللي غادي ناخذوا باش نمشيو باش يكون التوجيه الى ما كانش الصف باش يكون التوجيه عند الطبيب اللي غادي تكون تقريبا نطلبوا شي 3000 درهم ديال لا ديال خلاص للواحد 3000 درهم للواحد وهي وقتها 6000 درهم وتنتسناو دابا غير الورقه تخرج مع الثلاثه نعطيوها للكبيره ونمشيو بحالنا باذن الله. الله يحفظك ويحفظ المتتبعين ديال شوف تي في والمتتبعين ديال جواد. الله يحفظك الله يحفظك السير السلام عليكم. اليوم القضية كي جاتك؟ نعم القضية ديال القرار ديال المحكمة. الحمد لله بخير. شكون معايا؟ شوف تي في. أييه السلام عليكم. شكرا بودر قاعدين معاكم دائما من الدار البيضاء. القضية الحمد لله مزيان وتنتمنى ان شاء الله يعني تخرج الورقة ديال اللاطئين وان شاء الله هذاك هو التصالح وحتى كاع إلى سميتو يعني ولكن واحد القضية واخا تبغي دير الصلح وتحطو في الحالة المدنية غيبقى دائما عندك الشك وغتبقى دائما اللهم اللاطئين ما عندك ما غتخسر يعني 6000 درهم يعني 6000 درهم لواحد راه ما عندك ما غتخسر شي حاجة 6000 درهم راه كتخسرها غير في مصر حتى شي عيب اللي خلصتي بها للضيعين ان شاء الله وغترتاح باذن الله فهمتي وانا شاكر بودرك اللي كان معكم المهم نتمنى لكم شي ان شاء الله تحسب الحكم يعني قبل شهر رمضان او مع شهر رمضان قد قد ان شاء الله المهم نتمنى ان شاء الله هذا الشهر شهر التسامح والتصالح يكون خير باذن الله ان شاء الله والصلح راه هو لطيح ان شاء الله وهذا هو اللي كاين حتى كاع واخا تحطهم حاله مدنيه بلا لطيحين راه غيبقى ديما عندك الشك اللهم لطيحين هذا هو اللي كاين ومهم شكل بودرك اللي كان معاكم. مرحبا سي شكل. انا نحماق عليكم تنجي على قمره والله العظيم عندي العربيه في الصالون ويلي نجي نموت خاصه القضيه هذه. السلام عليكم. هذه القضيه حنا فرحنا كاملين بزاف 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 من قضيه نجحات والله يدي عادل الميلودي هو اللي كان خاصو فعلا نديرو حنا كاع هذا الشيء بلا محكمه كان جا هو شحال هذه كان سالينا وفضينا ما دابا الحمد لله حنا عندنا شكون هذا القرار ديال
بزاف يعني وصلوا بعدا النتيجه ديالنا القرار ديال الاديان انا واش ما حد لكم ما جيت معاهم من الحال ما فرحانين معاهم بزاف ان شاء الله والله كمل عليهم صافي ودابا ان شاء الله الحكم 20 شهر 4 تقريبا والله ديين بيناتهم 6000 درهم 3000 درهم ماشي مشكله راه كاين الدكتور التاجي هو كان محاولهم باش غادي يدير لهم هو قال لهم مرحبا بكم يعني وقت ما بغيتوا انا موجود الله يكثر خيره الدكتور الله يرحم والديه فرحانين مع الكبيره ومع وليداتها وفي كمل عليهم بخير كنتمنى من كنتمنى توصل الرساله للدكتور التازي نوجه رساله للدكتور التازي مع في الاخت الكبيره ومع امي ومع عزيز راه 6000 درهم 4000 شوف هو فين باغي يدير عاد تنعاد يدير الوديل حنا بغينا الدكتور التازي هو اللي تنسيقو فيه هو اللي تنسيقو في الدكتور التازي يدير لنا التحاليل انا الميلاد الا بغا نطلب توا شي حاجه شوف هو شنو غادي يدير شنو غادي يدير الحمد لله الحمد لله الحمد لله امنيه باقي ما جاش كيدير بخير الميكرو لا بغات نجي قولي هاي قولي ليها قال لك الشن غنتقلع قال لك الشن شلك اليوم انت وياك شمع هذاك لابار انا الشن ما نحبهوش جيب انا تنحبكم يا خوتي المغاربه تنحبكم بزاف وشكرا بزاف من وقفتوا معنا هذا النهار واخا ما جيتوش حنا كاينين هنا في بلاصتكم وشكرا بزاف الله يحميك والوالدين الله يحفظك ليك وجمع راسك اجي تقاوم شوف ما شتناش فوق يوتيوب ياكم البكرات ديروا فكر يلا تقاوم ما شتناش فوق يوتيوب ياك ما سولتك شتني ولا لا لا مش وويلي ويلي الحاله كلشي معروفه وخا نتي الله يلا يلا خاصكم شي عندنا بلاصه ضروري شي فيديو تا هو ضروري ضروري المره مرحبا بعد المناسبة ديال الطازوق راه عزيز علينا وراه خونا راه توا مظلوم دوز 22 عام راه مكاهلاش وزاد عاوتاني سجل راسو في دارهم دار واحد الفيلم ديالو في الدار وصح عطاتي سلمو عليك في الطازوق هما غادي يجيو عندك هاد العشية هادا يديرو معاك شي لايف وتبارك الله عليك راه راجل يعني بكلمة وراه مشكلت الإيمان والله وربي غادي يخدم في حقك وراك صحيتي فينا وكينا عليك ومازال نجيو نشوفو راه ما غاديش نشوف سيناك راه الخدمة والظروف وهادي خويا كنشكر كنشكر الناس كامل اللي وقفوا معايا كنشكر المحامي ديال عبيد اللي تزوج ووقف معاه كنشكر المحامي ديال كادر تزوج ووقف معاه والمحامين كاملين ان شاء الله غادي نوقفوا معاك وغادي
اليوم غادي نجيو عندك. شفتي اليوم غادي نجيو عندك.